عندنا مدربين بصراحه يعني كفاءات كبيره. بس انت تتحدث عن احمد خلف اللي عامل مع كتاليس، عامل وياه وعنده وجهه نظر عليه، ويعرف انه المدرب رأيك؟ العراقي يعرف المدرب العراقي افضل منه. شنو رايك؟ بعد شو طلعتوا مظاهرات على المدرب المحلي؟ راح تقبلونا لا اجنبي تردون؟ لا منو طلع مظاهرات؟ احمد خلف طلع انا لا جاء جوه منو مدربين من مدربين اللي طلعوا انا مطلع ما اطلع على المدرب حبيبي. المحلي كابتن انا ما جاي اقول لك انت لا اطلع انا جاي الشغله من مدرب بس اسمح لي انا ما جاي اقول لك انت تتحدث لسان المدرب المحلي اللي يقول المدرب المحلي افضل من الاجنبي. هو مدرب محلي، انا اتكلم عن كابتن احمد خلف. اساله اقول له من اللي طلع بالمظاهرات؟ ما طلعوا مدربين تسميني اسماء اللي طلعت اعرف اللي طلعت اليافطه 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 اسقاط الاتحاد. لكن هي ناقشني على اصل كلمه احمد خلف اللي عامل مع كتنيتش، يقول المدرب المحلي افضل. مستحيل، مع جل احترام المدرب المحلي، المدرب الاجنبي افضل من المدرب المحلي بكثير. تعرف والله العظيم عندنا مدربين احسن من الاجانب. كلكم ضعفاء كابتن حيدر، كلكم ضعفاء امام الاتحاد. بس اسمح لي، شنو ضعفاء؟ انا اقول لك ضعفاء كلكم تقبلون المهمه من يجونكم على المهمه، لكن ما تخلون شروطكم. ولا لو مخلين شروطكم لا يصير بالباسم قاسم اللي صار، ولا صار برافو شنيشل اللي صار، ولا يصير بأكرم سلمان اللي صار. أكرم سلمان جابوه 3 شهور لعبة ودي خسرني يطلع. هاي أنا المدرب على أفاد ما يثبت وشي. إحنا بس لا تسمح لي ذات تسمح لي أول شيء إحنا طاقين باب الاتحاد. تعال خليك بالصورة، خلي أرجع لك باب الاتحاد، خلي أرجع لك تصين بحد قال لي لرد نجي ندرب منتخبات. اسمح لي، ولا إن شغلة بأي واحد يعني ليش إلا شغلة ما محتاجينها؟ ليش إلا شغلة إلا تمسك يلا أنت تحكي عنها؟ أي نعم. لا مو تقول أنتم تروحون تسوون شو نسوي؟ اسمح لي ليش الشغلة اللي تمسك يلا تتكلم عنها؟ احنا دا نتكلم اليوم عن المدرب المحلي، سمعة المدرب المحلي تهمك وتهم احمد خلف وتهم اي مدرب. زين غني شهد ما حقق نتائج مع المنتخب الاولمبي؟ اسمح لي بس خلي خدمك مع المنتخب البرازيلي ما حقق نتائج في البطولة؟ ليش عبد الغني شهد تعاملوا وياه بشكل صحيح هم؟ هاي مو مشكلتي انا، مشكلة الاتحاد. روحوا ويا الاتحاد، انا جاي اقول لك إيه احنا جاي نحكي على المدرب المحلي. تقول لي ما عندنا مدربين محليين. ليش بس هذا الكلام اللي يقوله احمد خلف؟ ليش الاتحاد تعاملوا يا احمد خلف اللي بسمعه استوقت كنت تتحدث انه ترك مهمته مع نادي النجف من اجل المنتخب، وهم تعاملوا يا بطريقه غير. انا قلت لك انا لمعت الصوره للاتحاد، انا ما ملمع لك الصوره حبيبي. لو بالاتحاد اللي يتعامل مع المدرب، المشكله الاولى بالاتحاد لانه ما جاي يقيم التعامل حتى مع المدرب الاجنبي، ما جاي دليل على انه تعامله مع كتني هم فوضى. ثانيا المدرب المحلي مذنب لانه يقبل يعمل مع فوضى. هو ارفع القبعه الايوب اودي شو يعني. اسمح لي بس خليني اذكرها. لا مو هذه، لانه في يوم من الايام قلت له قالوا انه انت مرشح، قال ما اشتغل مع هذا الاتحاد لو اعرف اترك التدريب. ليش مستغربين من خروج احمد خلف؟ ما الكابتن حيدر كان مساعد لعبد الغني شاد وايضا خرج. انا خرجت من المنتخب. يعني بقراره؟ بقراري انا، والان يسمون الاخوان مهمة وطن. نعم عفت المنتخب، انا عفت المنتخب. تدري ليش؟ لان كنت في نادي النجف، كنت في الدوري مع كابتن عماد محمد، وانطرح علي الموضوع انه ارجع مع المنتخب وانا رفضت. ويمكن اول مدرب يمكن يرفض، والان تحسب لك والله كابتن غني حسن يسمعني والاتحاد يسمعوني. انا رفضت. شلون ترفض مهمه وطن؟ مو هاي ايضا والله اني لو مدرب مو انا كنت في نادي النجف كانت أقول في مهمه. اقول لك مدرب ترفض؟ اسمح لي، مهمه الوطن ما جاي يحكمني بها الوطن، جاي تحكمني بها جماعه بمزاجهم، يوم يبطلوني يوم يوميا جاي يسوي لي 100 مشكله. جماعه انت وين الوطن؟ اقول لك وين الوطن عن تضحيه راضي شنيشل؟ وين الوطن عن تضحيه اكرم سلمان؟ وين الوطن عن تضحيه كل المدربين اللي تم كلهم ضحيه؟ كلهم ضحايا. شنو؟ اعطيني اكرم سلمان شنو اللي سواه؟ هو 3 اشهر لعب مباراه وديه خسروا اليابان، شنو قلبت الدنيا؟ راضي شنيشل جابوه قال لهم يعني احنا شنو كل سنه صاعدين تصفيات كاس العالم، بس طلعنا بعدنا خسرنا لعبتين ويا سعوديا قلبت الدنيا. والكل يعرف انه كان اكو سيستم لعب غيرها. كل المدربين يا اخي شنو المبرره؟ هسه كتنج احنا موقعين على غرب اسيا، موقعين على تصفيات كاس عالم واسيا، تصفيات كاس العالم شنو اللي عاد انقلبت الدنيا؟ اذا فقا كتنج يحتاج الى وجود مساعد محلي ضروري اكيد، ومساعدين وليس مساعد واحد.